منذ تجديده الحصار على قطاع غزة قبل نحو 7 سنوات، الاحتلال الإسرائيلي يسمح لأول مرة بإدخال مواد البناء للقطاع الخاص، إذ كان يسمح بإدخالها لمشاريع المؤسسات الدولية فقط. 70 شاحنة تحمل الحصمة والإسمنت والحديد يسمح بإدخالها يوميا تغطي جزءا من مستلزمات المشاريع الطارئة. بالمجمل هذه الكميات التي تدخل لا تغطي 5-10% من احتياجات غزة، ولكن لا بأس يعني أنه في البداية يعني بتساعد على إنجاز المشاريع الطارئة أو المشاريع اللي يعني اللي بحاجة ماسة إليها كالمستشفيات والمدارس وغيره، أما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعمل على نهوض القطاع الاقتصادي وخاصة القطاع الخاص وعملية البناء إتمام البناء وإعمار غزة. الأنفاق أسفل الحدود الفلسطينية المصرية كانت الممر الأساس لإدخال مواد البناء وملحقاتها إلى القطاع، ما تسبب في شبه توقف لمشاريع الإنشاءات جراء هدم السلطات المصرية للأنفاق وإدخال كميات محدودة للغاية من مواد البناء. أما معبر كرم أبو سالم، المعبر الوحيد المفتوح مع الاحتلال، فلا يلبي هو الآخر احتياجات القطاع. معبر كرم أبو سالم هو الآن المعبر الوحيد المفتوح بين قطاع غزة والأرض المحتلة، وهو غير مهيأ لنقل البضاعة التجارية بالكميات المطلوبة. نحن نحتاج إلى أكثر من 1200 شاحنة من معظم أو من كل البضاعة التي تدخل إلى قطاع غزة، بينما الاحتلال لا يدخل أكثر من 400 شاحنة على الحد الأقصى، هذا طبعا بعد أن يعني سمح بإدخال مواد البناء. ما سمع من الإعلام أنه ما دخل من البضاعة لا يتجاوز 15-20% من نسبة احتياجات السوق، على سبيل المثال كما ذكرنا موضوع الأسمنت من 800 طن إلى 4000 احتياجات السوق الفلسطيني طبعا، من وهذا طبعا لا يشجع أي مستثمر أن يقدم في هذه المرحلة على استثمار. لكن نتمنى يعني إن شاء الله ربنا أنه سبحانه وتعالى أن تفتح الأمور بالنسبة للمعابر، وأن تكون في مجال أوسع وأطمئنان على استمرارية دخول البضاعة. إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة من جديد أعاد الأمل لدى شركات المقاولات باستئناف العمل في المشاريع المتوقفة، بينما تنتظر العمالة العودة إلى العمل مجددا ولكن بشكل منتظم. الواحد بتمنى هيك تفتح المعابر، الواحد أنه يشتغل، الوضع هيك بنفعش، مرة يفتح ومرة يسكر، الواحد بده يأمن مستقبل ومستقبل أولاده. في الأول كنا 200، يعني تشبه 200، يعني احنا عايشين بس نفس، لكن هلقيت مع فتحة المعابر بدنا شوية شوية نتحرك. التفاؤل باستعادة قطاع الإنشاءات في غزة لعمله تدريجيا بات رهنا باستمرار الاحتلال في إدخال مواد البناء ومضاعفة الكميات المسموح بنقلها من جهة، إضافة إلى السماح بإدخال السلع والبضائع التي ما زالت ممنوعة من جهة أخرى. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.